برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية. خلال الجلسة رفعت معالي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة الذكرى 18 لميثاق العمل الوطني، ومؤكدة على أن المجلس متمسك وداعم لما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ واستشراقات. ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول أعمال، حيث وافق على المرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون التجارة وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، فيما وافق على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التكميلي بشأن حظر الفوائد الربوية، فيما رفض توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وأحيل المشروع لمجلس الشورى، فيما وافق على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وإحالته إلى مجلس الشورى، حيث يهدف المشروع إلى تمديد صلاحية رخص الصيد من سنة واحدة إلى 3 سنوات. اللجنة المالية تمسكت بحظر الفوائد الربوية وحصلت نقاشات في الجلسة. هناك من ارتأى بأن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى الانفتاح الاقتصادي، وهناك من تمسك ومنهم أعضاء اللجنة بضرورة حظر الفوائد الربوية، نظرا لأن الدستور الذي أقسمنا عليه يستمد تشريعاته من الدين الإسلامي. ثبتنا له قانون مرسوم رقم 51، وكان هذا القانون فيه شق الأول اللي هو تغيير بعض المسميات حسب المسميات الحالية اللي هو الوزير والوزارة، والشق الثاني وهو المهم اللي هو إلغاء اللي هو رأس المال على الشركات السابقة، لأن تم إلغائه في القوانين السابقة واستبدلوها أنه لا يوجد رأس مال ويكون مسك الدفاتر على جميع الشركات، وهذا شيء جدا مهم حق الاقتصاد البحريني.